السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي في كل مكان ومتتبعي مدونة الأمل للمعلوميات، مرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم إن شاء الله سأقوم بالتطرق إلى موضوع كيف تجعل البرامج المثبتة على جهاز كمبيوتر خاص بك تقلع بسرعة. قبل أن أريكم الطريقة سنرى أولا الفرق قبل عمل طريقة وبعد عملها. مثلا سأختار برنامج من هذه البرامج، مثلا سأقوم باختيار برنامج مثلا اختار VLC ميديا بلاير، هذا البرنامج سأقوم بفتحه كما ترى معي، قد استغرق على الأقل 3 ثواني 4 ثواني في التشغيل، والآن سأقوم بإضافة الكود. إذا شاهد معي كيف تقوم بتحميل الكود وكيف تقوم بتثبيته، يعني كيف تضيفه إلى البرنامج. الطريقة السهلة لتحميل الكود، ستجد الكود في تحت ديسكريبشن، تقوم بتحميله من هناك، ستجد الرابط. بعد تحميله تقوم بنسخ هذا الكود، هذا هو الكود المهم، تقوم بنسخه كوبي، تذهب إلى البرنامج الذي تريد تسريعه في الإقلاع، تضغط عليه بزر الفأرة الأيمن بروبريتي، ثم تأتي هنا في هذه الخانة، تعمل اسباس، ثم تضع الكود، ثم تلصق الكود، ثم تضغط ابليكي كونتيني اوكي. هكذا تكون قد عملت سرعة او زدت في سرعة تشغيل البرنامج كما ترى معي، سرعة فائقة. سنختار برنامج آخر لإضافة عليه الكود. أنا لدي كل هذه البرامج، عملت لها الكود، أضفت لها الكود، إلا VLC Media Player الذي شرحت لكم الطريقة. عند إضافة الكود إليه يصبح البرنامج سريع. كانت هذه الحلقة خصيصا لأحد الأصدقاء الذي طلب مني كود أو طريقة لتسريع البرامج عند إقلاعها. أردت تقديم هذا الشرح، أتمنى أن يكون هذا الشرح نال إعجابكم. لا تنسوا بالضغط على زر لايك سبسكرايب وزيارة صفحة مدونتنا الأمل للمعلومات، وأيضا زيارة مدونتنا مدونة الأمل للمعلومات، ففيها الكثير من الدروس والكثير من الحلقات المهمة والمهمة للشباب العربي.